كريم وصل، تعالوا نطلع نستقبله، ومو بس نستقبله، لا همين احنا نحتاج مساعدته. نتسلل عشان ما تشوفوه الست، لازم ارجع برجوع. والان هاي، I need your help. I need your help. Come 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 help me. Hello. والله. جاهز للعيد ميلاد؟ جاهز. والله. جاهز. تعال أراويك الست. أي ست؟ تصوير. يلا. تعال يلا. يلا. أنت جاهزة؟ أنا جاهزة. والله إني جاهزة. يجي معه. جاهزة تشوف ال الست؟ تعال أنا حصورك، ما حصور الست. صراحة يعني ما عندي فكرة. برنامج رمضان بس سلولي سلولي. على مهلك. إيه على مهلك. تعال. برنامج رمضان أكيد أكيد. ما تعرف انت شو هو، لا تقول شو هو يعني. انت بس شوف الست وقول لي شو رايك. ها عجبك؟ موجود كل يوم تطبخ. ايه بس وقف ما اقدر اصور اكثر. عجبك؟ سر يعني. ايه كم من 10؟ شنو رايك بصراحه؟ صراحه جميل. جميل؟ جميل. موقع حلو؟ يعني ليش اول مره تجيبينه؟ وطبعا هم عرفوا هسه لاول مره انه اتس بنفيت. بنفيت تعرفهم؟ مناكير. مناكير؟ قلت مناكير وحطيت ايدك على عينك؟ اللي هو هذا اسمه مناكير؟ شو اسمه؟ العيون ميك اب. ميك اب العيون اسمه مناكير؟ رموش. وشو بيحطوا على الشفايف؟ بديكير؟ هو كله واحد. كيف كل واحد؟ كله ميك اب صح؟ لا مو كله ميك اب، مناكير بنحط على الاظافر. صح. كنت اجرب بس اشوف اذا انت تعرفي ولا لا. والله؟ انت تعرفي. اكتشفت اكتشاف انه الفراري هذا المكان بيها شو يسموه خزانه؟ الدبه ما لها داعي، ما لامها داعي. لانه حرفيا ما في دبه، يعني هاي الشنطه هاي ما تكفي. شو هذا؟ شو هذا؟ استغفر الله. يعني شعري شعري مو خراب، عدم عدم. هذه شغله ثانيه ما احبها بالفراري، دبتها صغيره والشعر يخرب. ليش؟ لانه يضل طاير بالهواء. ممكن نسكر السقف. طب سكره، لازم نوقف، ما يصير تسكر الا لازم نوقف. المفروض انت تقولي يعني قبل ما نطلع. انا خلاص قررت ما راح بحياتي اشتري فراري. ما تشتري اللامبورغيني تسوى 500 فراري. كله ما يسوى يعني 10 فراري. المهم كريم قرر. وين شنو قررت؟ نروح ناكل. ناكل. فاحنا قريبين من دبي هيلز مول، قريبين من هواي مكانات يعني. خل نشوف نروح ناكل شنو ما نعرف. صحيح اليوم طويل بس صراحة أنا ممتنة لأنه التصوير ده يطلع شيء واو. يعني إذا بتشوفوا شو صورنا راح تنبهرون. جينا طلبنا أكل وطبعا كالعادة أستاذ كريم على تليفونه. الله الفلتر طالع عليك يجنن. أعطى فلتر؟ إيه. أنا ضد الخلاصة لو سمحت. طب كم تليفونات؟ سليم كريم؟ شلت الفلتر. شو طلبت لي أكل؟ برجر. جد؟ عندهم برجر هنا؟ عندهم كل شيء. ما أحس عندهم برجر. هو مش برجر يعني تقريبا برجر. تقريبا برجر؟ سندويشة ماما؟ طيبة طيبة سندويشة؟ حتكون طيبة السندويشة؟ إن شاء الله. نجرب نص بالنص. نص بالنص؟ كيف كان يومك؟ جميل. شو سويت؟ والله ولا شيء، اليوم الأحد بريك. نقضيها بحر هالأيام. والله البحر صراحة أجواء. كيف تروح على البحر بدوني؟ أنت تسوي تحقيق معاي يعني ولا شو؟ هم بيقولوا لي اسألي وين ما وين شو يسوي؟ موجود. مشتاقين لك هم. وشايفينك صار لهم فترة. أشتغل وأروح على البحر وأتمرن وبس. وبس؟ وبس وأشوف. ها؟ وأشوفك.
اوكي هذه حياتي. اوه اوكي بس بس انت لفي الكاميرا. نعم دوري انا اسال. اسال شو سويتي اليوم؟ شو اكلتي؟ وين رحتي؟ اكلت اكل عربي. كيف كان يومك؟ حلو. كيف الاكل؟ لذيذ. وشو مسوي اليوم؟ راح عيد ميلاد. ليش؟ معزومة أكيد بروح عيد ميلاد. كيف كان يومك يعني؟ يومي بيشبهك. أوف فهميني لو سمحتي. برأيك أنت شخص حلو ولا لا؟ لا أنا مش حلو. لا معناته يومي حلو. اوف 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 يا نور اشكرك. ما عرفتش والله. يلا بالهنا. تاخرنا على فكره. احنا لازم نوصل تاخير. لا مش لازم. هو مش لازم بس يعني على الاغلب.
خلينا نشوف انس. تخيل يا روح كريم لازم تضرب انت الكل ضرب لا بدك تضرب بليب 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 ها بليب لا مش فاضي لا هي غلط لا ما ضبط هو ما في غلط ابدا ما في غلط راح يضل يضرب لحتى ياخذ السكور على اصلا يعمل حاجه ايوه هاي زبط هي خلص ستوري اوكي ليتس سي ذات باد